ديال فريق يوسف البرشيد انهم يقوموا بعمليه الاحماء. هذه فرصه عبد الله حفيظي والهدف الاول. الهدف الاول لفائده فريق الرجاء والموقع الى الحفيظي. هدف يعني اللي جا مباغت بعد ما يعني تم افتكاك الكره بسرعه. عبد الله حفيظي ما زاد بنقص يسدد بقوه الكره. اكيد كانت المتابعه ديال حسين الشادي ولكن يعني غلطه الحارس وتعانق الشباك وبالتالي تغييرات جمال السلامي تعطي الاكله ديالها بعد مرور 5 دقائق فقط. عبد الله الحافظي اكيد اللي حافظ كل الزوايا ديال الشباك كيتمكن من وضع الكره في شباك الحارس حسين الشادي. لاحظوا هنا التمريره اللي كانت تمريره خاطئه وهذا هو اللي خلى عمر عزمان يطلب من اكيد اللاعبين انه يبعدوا الكره. ولاحظوا تسديده قويه تعانق شباك الحارس الحسين الشادي. 1-0 لفائده فريق الرجاء. اعتقد انه هدف مبكر في بدايه هذه الجوله الثانيه يعطينا صوره اخرى للمباراه. اكيد غادي ننتظروا رده فعل ديال فريق يوسف برشيد اللي خلال الجوله الاولى كان تنظيم جيد وبالتالي غادي يخرج للهجوم وكذلك غننتظروا الفريق